Numb? أرض مذهلة. جسم. أيمكنك العبور؟ أحاول. أنا بخير. أما زلتي بالأسفل؟ أجل، أنا هنا. عظيم، أردت التأكد. هيا أعطني يدك. أنا بخير. حسنا، هل أقود؟ لا، أنا لا أمانع. أمانع تتعلق بالسيطرة. أكيد. ما رأيك لو نستمتع بالهدوء؟ لدي سؤال سخيف. لن نستمتع. كيف تعرفين أننا بهنا؟ لو تم العثور عليه لعرض في متحف أو ما شابه، كما أنني لم أرى معارض لهويسل. لم أسمع بهويسل قط قبل هذه المهمة. حسنا، إنه بالتأكيد خطأ ملكهم الأخير. كان شابا ومتحورا وأنشأ عاصمة جديدة لوضع الناد فيها. قاد الفرس مباشرة نحو مكانه. انظري، سرب من الفلامينغو. منعش. شكرا، كان في إمكانك تحذيري. لا تملكين حس الدعابة. أمر ممتع أن نذهب إلى مكان بعيد. ها؟ بعيد عن المدينة. أهدأ، تأتين هنا كثيرا؟ لا، ليس فعلا. أمامنا، تمهلي. انظري إلى هذا، إنها هويسلة. أيمكن عبور البوابة؟ سأتفقد. العاصمتان. ماذا لدينا؟ هاليبادو وبيلور. ظننت أنهما جانيش وشيفا. لقد كنت منتبهة. جانيش كان حارساً لهاليبادو، أحدث عواصم الهويسلة. شيفا كان حارس العاصمة القديمة بيلور. هذا النقش جميل، ولكن الجدار ليس قوياً. يبدو لي كمكان للنحاتين. لا نزال في الضواحي. لم أظنك عالمة آثار. كان والدي كذلك. أنا لسة فقط، أتذكرين؟ هاي السيارة بها رافعة؟ يبدو هذا. رائع، سنحطم هذه البوابات. هل ستسحبينها فحسب؟ إنها الخطة، إلا لو معك ديناميت. أنت المسؤولة. هذا نفي. حسناً، ينبغي أن ينجح. فريزر، تحركي، إنه باغي. تباً، احتمي. شكراً. نحن في أمان. آه،
ذلك الجدار قابل للكسر. أنت بخير هناك؟ أنا بخير. لقد وجدتنا بغناش. انتهى عملنا. صحيح. أين كنا؟ كنت على وشك إسقاط بوابة قديمة. أجل. وها نحن ذا. هادئة للغاية. أنا مندهشة فحسب. ظننت أنك ممن لا يتركون أثراً حين يتعلق الأمر بالأطلال الهندية. في مجال عملنا ستقودك العاطفة للتهلكة. إنه مليء بالقوارض. حقيقة ليست كذلك. هم كذلك. إنها أقرب للقردة والليمون. سأبحث في الأمر. هذا جيد. نجحت. توقفي. أحسنتِ. سحقاً. أحضر كتيبة كاملة معه. قد يكون بعضهم بالداخل. أشعر بالإطراء لأنه ينظر لنا بجدية. علينا المرور عبر البوابة. حسناً انتظري. علينا تولي أمر الحمقى أولاً. ألديك خطة؟ أجل. بالطبع. هيا فلنغامر. تستطيع تدبر أمرك. Thank you.
أظن أننا قضينا عليهم. هكذا يتم الأمر. أحسنت. سأفتح البوابة. أحضري السيارة. أكيد. أشكرك. يبدو الأمر كذلك. افتح يا سمسم. حسناً، هيا بنا. بحذر، دائماً. حسناً، عودي لمكانك. أنا بارعة جداً في القيادة. واثقة من ذلك، أفضل هذا. مساحة كبيرة للبحث. صحيح، وبعكس أساف لدينا ميزة. الرموز الثلاثة. لنرى الخريطة. حسناً، فلنرى. نحن نقف هنا. سأضع علامات حيث نتجه. تفقدي هذا البرج. واو، يمكن رؤية المكان كله من أعلى. ربما. حسناً، سأنتبه لأساف. عظيم، لكنني لست قلقة منه. عليك ذلك، لن تحصلي على ميزة مفاجأة ثانية. لم يكن نتوقع الكثير منك. انتظري، هذا إطراء؟ هذا بدا هذا إطراء. رجاله حمقى، لكن أساف يجب أن نبقى بعيداً عنه تماماً. لم أفهم ما الذي يشد نحو أناس مثل أساف. سهل، يجد الضعفاء ويعرض عليهم القوة، يمنحهم. اسمعوا، احذري، المكان يعج بالمتمردين. انتهى الأمر، ضبط المدفع. أخيرا، لماذا؟ لم أجد سليم. كتيب الإرشادات، هذا رأيي. هذا العتاد قديم، نحتاج أسلحة حقيقية لتكوين جيش قوي. عليك أن تمتن لما لدينا. يقول أساف إن الفقراء لا ينبغي أن يكونوا ممتنين، عليهم تحطيم أعدائهم. احذر يا صديقي، هي الحقيقة. لسنا وحدنا هنا. هذا كل شيء. أظن هذا. تحدثت مبكراً، انتبهي. أمان. جيد. مثير. إنه رمز هويسلا من نوع ما. إنه ليس أحد الرموز الثلاثة. سنبيعه بمجرد عودتنا. بعد كل هذا، وجدت شيئاً؟ مجرد رمز، غرض قديم لهويسلا.
هل نحتاجه؟ نحتاج؟ لا أريد؟ أكيد. اسمعي، ألاحظتي شيئاً بشأن التمثال؟ يحمل رمحاً ثلاثياً، أحد رموزنا الثلاثة. نعم، ويشير إلى هذه الأطلال. صحيح، أحسنت صنعاً. سعيدة للإفادة. أواصل الحديث؟ أكنت تقولين شيئاً عن أساف؟ أجل، على أي حال؟ أساف يجد الضعفاء ويعرض عليهم القوة، يمنحهم هدفاً. هدف؟ يبدو هذا هراءً بالنسبة إلي. كيف تورطت مع أساف في البداية؟ وما الغرض؟ أفضل عدم التحدث. يبدو أنه يكون لك الإعجاب. لا تذكريني، كان مفيداً حينئذ، لكن أجل. أخبريني. أفضل السكوت. أثناء المشروبات؟ لن تكفي كل مشروبات العالم. أجل، أنت الخبيرة العسكرية، ما هي استراتيجيات أساف؟ إنه ينشر رجاله لكي يوقف مسيرتنا. لم أكن لأفعل. ماذا ستفعلين إن كنت مكان أساف؟ غير فقدانك للحية؟ أنتظر وأتركك تفعلين الأمور الصعبة، ثم أسلب منك النابة بعد أن تنتهي. ماكرة بل فعالة ومليئة بالمخاطر. لحظي أنك في فريقي. أجل، أنت كذلك. يدهشني أن أساف لا ينتهج نفس خطتك. ربما مساعده يعلم أكثر. هل انظري، إحدى شاحنات أساف. المكان آمن. تصميم مثير للاهتمام كالقرص. نحن في المكان الصحيح. انظري، رمح جانش الثلاثي. جانش مزيل العوائق. هذا رائع. أظن أن علينا القراءة عنه إذا كنا نبحث عن المال. حسناً، من الجيد معرفته. يمكنك التفكير به عند بدء شيء أو لتنقية عقلك من الشكوك. مزيل العوائق. لماذا له رأس فيه؟ والده شيفا أعطاه هذا الرأس. لطيف للغاية. بعد أن قطع شيفا رأسه البشرية، فلنظل في هدوء قدر الإمكان. علم. ليس بعد، في انتظار كوبرا ثمانية. ما كان ذلك؟ هل وجدت شيئا؟ مرحبا.
هذه الإطارات كم عددها؟ العديد، واحد على السطح أيضا بالأعلى. ماذا يفعلون؟ لا أعلم، ولكن اتركها حتى يصل الزعيم. يوماً ما سنعيد هذا المكان لزهو. أجل، الهواء هنا منعش. هذا كل ما في الأمر. سنحكم قبضتنا كأجدادنا. عائلتي ومن يدعون صداقتي في القرية سخروا من انضمامي للجيش. دعك منهم، انتهى هذا الأمر. بؤساء يعيشون على الفتات، سأعلمهم كيف يعيشون كالملوك. هذه الروح المطلوبة. أحد ما هنا؟ انكسروا وعثروا عليها. نعلم أنك هنا. أين ذهبت؟ ها؟ نحن هنا. انتهى الأمر، الموقع خال. أحسنت يا فريزر. سأقبل بأحسنت. حسناً، ما التالي؟ سؤال وجيه لنستكشف. ماذا كان هذا المكان في رأيك؟ يصعب القول. حسن، ليس التصميم المناسب لمعبد. ليس هكذا ولا هكذا. ما اللغز هنا؟ ماذا؟ بدا لك زر؟ أجل، أردت أن يكون لي دور. ما هذا؟ ما أجمل هذا الصوت؟ استدر أحد قضبان العجلة. ها، ترتد الأقفال حين أدير العجلات. إذن فإجمالي العدد 5. باق 4.
وماذا عن اثنين؟ وجدتك؟ يتبقى قفل. أخيراً وليس آخراً، قد يكفي هذا. حسناً، فلنعد إلى العجلة الكبيرة. العجلة الكبيرة؟ أو أياً كان المصطلح الأثري لها. العجلة الكبيرة تعمل. سنمر من تحته. صحيح. ها نحن. انظري هنا. بما ستراهنين؟ أخبرتك أنه مفتاح. لقد أحسنت. فلنرى ما فائدتها. ما الأمر؟ لغز هويسل القديم؟ بالطبع، أصنع رمحاً ثلاثياً. سيدي، والآن ماذا؟ علينا تحريك هذا الذراع وسنرى ما يحدث. أهي آمنة؟ تعلمين أن صيد الكنوز لا يلائم من لا يخوضون المخاطر؟ لا يصلحون كمرتزقة. كمرتزقة حين أفعل قنبلة فأنا أعلم ما سيحدث. أسلوبي أكثر متعة. سمعت هذا؟ أشعرت بذلك؟ فريزر، انظري. يا للهول، هناك مخرج محفور على جانب الجبل. وكنت خائفة أننا سندير الرافعة ونموت. من الجيد أن معي ابنة عالم آثار. نشأتك كانت ممتعة، ها؟ في بعض الأحيان تعلمت كثيرا. كانت الهويسلة شغفة.
أخذت الكثير من وقته. أنا لو نقبت عن كنز أفضل جني المال. أكيد لا أخاطر دون عائد مجزي. ظننت هذا. كإدارة جيش هذه مسؤولية كبيرة. اعتدت هذا. شركة أبي تقاعد وأديرها. عمل العائلة. لقد أفسدت، لكنك تعرفين أنت مقربة من الأخوين دريك. أجل حسنا، لنتحدث لاحقا. والآن أين نذهب؟ الحصن في الجبل يستحق نظرة، وحتما هذا الحصن في قاع البحيرة. كان علي سؤال عن عائلة دريك قبل قبول المهمة. ليس هناك ما يقال. أعرف نيت جيدا، لا أعرف سام كثيرا، بدا لي أنه كان يظهر من العدم. من يصل أخيراً عليه العشاء. أحضرت وجبتين. لست مرحة. فريزر، التحديدات قوية. متوقع. تمام. هل من أحد؟ يا رجال أين أنتم؟ أرى؟ ابحث في المنطقة. قد لا تزال روس وفريزر هنا. أظهروا أنفسكم، نعلم أنكم هنا. تحرك وهاجمها من الجانب. بأمان. جدياً الآن. أحسنت. بالنسبة إلى طبيعة الأمر. بالنسبة إلى طبيعة الأمر، هذا ثناء جميل منك. بالفعل. وقع بحيرة. أجل وأجل. قادمة؟ حسنا. حسنا، فلنتحرك. مهلا. لعلمك لم يعد نيثن دريك في الصورة، لا داعي للقلق منه. كانت لدي مخاوف. لماذا قبلت عرضي؟
لست من النوع الذي يضيع الفرصة الجيدة، خاصة والجميع يريد أن يراني أسقط. سمعت ذلك، وبالنظر للجانب المشرق. ثم تجانب مشرق؟ أوه، عندما يكون للناس توقعات منخفضة من السهل جداً مفاجأتهم. أعلم أن هذا العمل صعب بالقدر الكافي لإنجازه بمفردك. استغلي أي فرصة. أتعملين بمفردك؟ تقريباً. كم عمرك حين بدأت؟ صغيرة. تعلمت أن أترك الناس يعتقدون أن الأمور تسير بخير، ثم أتولى زمام الأمور. الأمر معقد لي، أفضل دوماً الطريقة المباشرة. استخدم الطريقة الناجحة. فريزر، أتتسلقي؟ سوف أراقب قوات أساب. حسناً، لا تفقدي السيطرة. لا تتأخري. ابتعدنا. بخير للآن. تفوتين المرح. اقتربت. الرموز الثلاثة في مكان واحد. جميل. رمح جناش، لنبحث هنا. جيد أنني لم أقاتل هؤلاء الحمقى. وخلف الباب رقم 2. ما يمكن أن يكون هذا؟ سأرجع إليها. لنكتشف ما خلف باب الفأس. حصن آخر داخل سفح الجبل. سأعلم على الخريطة علامة فأس. أخيراً وليس آخراً باب القوس. وحصن آخر تقبع في وسط قاع البحيرة. سأعلم على هذا الموقع.